فيلم بتوقيت القاهرة، عاد النجمة المصرية ميرفت أمين إلى شاشة السينما برفقة زميلها النجم نور الشريف. الفيلم شارك في مهرجان دبي السينمائي وترشح لجائزة المهر لأفضل فيلم. بتوقيت القاهرة من الأفلام غير التقليدية، حيث تجري أحداثه خلال يوم واحد بثلاث قصص مختلفة في حياة أبطالها. وللحديث أكثر عن الفيلم ينضم إلينا في الاستوديو مخرجه أمير رمسيس. صباح الخير أمير، بنرحب فيك معنا. أهلا بكم. خلينا نبتدي يعني نشرح أكثر الفيلم، أنه طيب في يوم واحد وثلاث قصص مختلفة، كيف يعني هذه بتدور؟ يعني هو الفيلم يعني أعتقد أنه ما ينفعش نصنفه قوي مبدئنا أنه هو ثلاث قصص، لأنه ما ثلاث قصص منفصلة، بس يعني بشكل ما مربوطين ببعض او يعني بتتجمع خيوطهم في النهايه، يعني لو شكل سادي متعارف عليه او بقى موجود كتير، فكره اليوم الواحد الشخصيات المتعدده اللي بتتلقى مصائرها، يعني اليوم ده بيغير في حياه كل شخصيه من شخصيات السته الابطال بتوع الفيلم، يعني فبيصير لهم حدث مصيري. يعني بالظبط كل منهم بيصير له حدث صغير مصيري، والثلاث قصص بشكل ما بيكونوا سواء قبل الفريسك او لأي مدى كان يمكن مرض نور الشريف يعني أثر أو كان له أي تأثير على خلال تصوير الفيلم؟ لا، لم يكن له أي تأثير بالمرة، يعني بالعكس، يعني أستاذ نور بداية من مرحلة بروفات الفيلم، يعني إحنا ابتدينا تحضير الفيلم شهور قبل ما نبدأ تصويره، كان يعني زي ما كنت بقول دايما هو اللي تعبنا مش إحنا اللي تعبينه، يعني طول الوقت كان حريص ان هو ما يحسسناش ان هو مريض. اعتقد ان هو كمان صحيا الحمد لله ابتدى يتحسن، فيعني لا لم يكن هناك اي تاثير بالمره. وانت بتطمنا على صحته يعني؟ الحمد لله، يعني فعلا احنا كنا بنتعب وهو لسه ما بيتعبش في التصوير. طيب ما شاء الله، يعني الله يديله الصحه والعافيه. طب ايش يعني مدى يعني ايش اللي خلى نور الشريف بعد سنين من الغياب عن السينما يرجع في هذا العمل؟ كيف قدرت تغريه؟ هو يعني السيناريو مبدئيا اعتقد قبل اي حاجه هو اللي قرا استاذ نور، هو حب الشخصيه جدا زي ما هو قال لي، يعني بعد ما قرا الفيلم احنا بعتنا له السيناريو، ما كنتش متخيل ان هو هيوافق، او فوجئت بيه بعد 48 ساعه بيكلمني وبيقول لي انا حبيت يحيى وهعمل الدور. قبل اي اسئله، قبل ما يسال مين هيمثل قدامي، مين اللي بيعمل الادوار الثانيه، قبل اي سؤال قال انا هعمل الدور، يلا نتكلم، يلا يعني انا خلصت معاك، يلا نتكلم في التفاصيل يعني. فاعتقد ان حماسه للشخصيه هو اللي عمل ده. ممتاز. ومين اختار باقي الابطال تحديدا؟ يعني ميرفت امين وسمير صبري طبعا نجوم الفن الجميل، يعني مين اللي اختار هاي التوليفه؟ يعني هو الخط اللي بيلعبوه استاذه ميرفت واستاذ سمير له علاقه بالسينما، سينما السبعينات، في اهداء للمرحله دي من السينما. بس الاختيار يعني كان نور الشريف اللي اختار ولا؟ لا 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 لا، استاذ نور لم يتدخل اطلاقا في اي شخصيه حتى ولو سنوية في الكاستنج او في اختيار الممثلين. انا بشكل شخصي كمتفرج قبل مخرج انا بحب سمير صبري جدا، يعني الراجل ده مش بس ممثل هايل، لا كمان كانترتينر، سمير صبري المغني الكوميديان مقدم البرامج، في حاله كده بتشدني ليه، كان نفسي يمكن كان في تجربه من سنتين كنت المفروض اعملها وكان المفروض نشتغل مع بعض وتوقفت، فيعني والدور لايق عليه صح، كان عندي رغبه دايما ان انا اشتغل مع الراجل ده يعني. استاذه ميرفا طبعا انا كنت محتاج ديفا بالمنطق السينما المصريه، الستار الجميله المبهره دي يعني. فانت اللي اخترت. خلينا نشوف كمان عشان نتعرف على الفيلم اكثر قبل ما نكمل حوارنا، خلينا نشوف مقطع من الفيلم. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتفهم بيها إن ما ينفعش تبقى جزء من رحلتي. أنا والمدام جايين عايزين نطلع اسم الزوج إيه؟ أنا اسمي سامح كمال ميخائيل. يا نهار أسود، أنا كنت ناسي إن أنت ما تجوزليش أصلا. بس عمري ما تخيلت إن أول مرة لينا هتبقى شغل شوية مزيكا ونرقص قبل أي حاجة. طبعا عمري ما تخيلت ان ده هيحصل قبل ما نتجوز. طب انت كنت متخيل اول مره لينا هتبقى على الناس دي؟ كان نفسي اول مره ليا تبقى معاك انت. كيف راح يفتتح الفيلم بشكل عام للناس يعني؟ طبعا شاركتوا فيه في مهرجان دبي يعني. الفيلم هيعرض تجاريا بدايه من يوم 28 يناير. اوكي. انه هيشارك في مهرجان في مصر قبليها اللي هو مهرجان السينما الاوروبيه بالاقصر في اوكي. افتتاح المهرجان وبعديها بايام هيقعد في مصر ان شاء الله.
في العرض الأول للفيلم يعني وطبعا خلال تكريم كمان نور الشريف ذكر أنه هو خايف على السينما المصرية، بس لو في كل بلد فيه ثلاثة أمير رمسيس فهو مطمن. دي أعتقد مبالغة طبعا، يعني أنا يعني كنت عاجز عن الكلام لما قالها أستاذ نور، يعني ما أعرفش هو أستاذ نور أعتقد أنه شايف قد إيه أنا بحب السينما، شايف حرصي على السينما، فيمكن المبالغه دي جايه من المنطلق ده يعني. هذا تواضع منك كمان. لا خالص، يعني انا بحب اللي بعمله، بس في السينما في مصر وفي العالم العربي في اجيال كتير جدا طالعه من الشباب عامله سينما بجد مختلفه يعني. طب امير انت كانت عندك كمان تجربه سريعا بدي اتكلم عنها في الافلام الوثائقيه، عملت فيلم اللي هو دوكيومنتري او وثائقي عن يهود مصر، ايش اللي دفعك انك تسلك هذا الطريق؟ يعني خلينا نقول ان انا بقالي فتره طويله جدا منزعج من فكره فقدان التعدديه اللي ابتدى يحصل عندنا في مصر، فكره رفض الاخر، فكره ان احنا نصنف الاخر بناء على هويته سواء الدينيه او الفكريه او الثقافيه. يعني قررت ان انا عايز اعمل حاجه بترجع لفتره الاربعينات او الفتره الذهبيه اللي كان فيها في مصر ما كانش فيه سؤال انت ديانتك ايه او طائفتك ايه قبل ما نقبلك في المجتمع ولا لا. حاولت افهم شويه ليه المجتمع المصري كان في وقت متسامح وبيقبل الاخر، وليه دلوقتي احنا واصلين للمرحله اللي فيها تصنيف عالي للبشر ده، وازاي طائفه من المجتمع المصري احنا القينا عليها تهمه الانتماء لجنسيه اغلب من غدار مصر من يهود مصر بمناسبه لم يذهب لاسرائيل، العدد الاكبر لم يذهب لاسرائيل، ومع ذلك دفعوا ثمن نشاه هذا الكيان. فكنت حابب ازيل الخلط اللي بين الاثنين كمان من ناحيه. طبعا احنا نود ان نشكرك لتواجدك معنا اليوم، كان معنا مخرج فيلم بتوقيت القاهره لنور الشريف مرفت امين، المخرج امير رمسيس، شكرا ومبروك هذا النجاح طبعا. شكرا لك.